بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك نرفع تهانينا إلى الأخ فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الأخ نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين، على انتصار اليوم في محافظة أبين وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى المحافظة وترتيب الأوضاع والأمور في محافظة أبين جيدة فضلا من الله سبحانه وتعالى وتعليمات من القيادة السياسية مثلة بالأخ الرئيس في استعادة الأوضاع إلى طبيعتها، استعادة الأمور، ترتيب الأوضاع الأمنية في أطار عاصمة المحافظة زنجبار، وفي نفس الوقت بقية المديريات. جميع محافظة أبين خاضعة لقيادة الشرعية مثلا بفخامة الأخ الرئيس، تتم الأجراءات الأمنية في استعادة جميع المنشآت، النقاط الأمنية، ترتيب الأوضاع. خلال دخول القوة لها الشكر والتقدير بالتنسيق مع وحدات المحور، إضافة إلى الوحدات الأمنية تم تطهير المحافظة واستعادة الأوضاع فيها إلى ما كان عليه سابقا. الأمور طيبة، عدد من الجرحى، عدد من الشهداء، نسأل الله لهم الرحمة ونسأل الله معافاة الجرحى. الأمور في تقريبا عدد من الجرحى أكثر من 23 جريح، عدد من الشهداء سيتم الإعلان عنهم لاحقا. الأوضاع داخل محافظة أبين أوضاع مستقرة طيبة، ما فيش أي حاجة. الآن القوات جميعها تعادت التجميع في منطقة التجميع لها لتنفيذ الهدف اللاحق. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، شكرا جزيلا. نطمن أبناء المحافظة لتكون الأوضاع بإذن الله إلى الأفضل، نحو الأفضل، تحت قيادة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصور الأخ اللواء الركن أبو بكر محافظة أبين على زيارة تفقد الأبطال المشاركين في المهمة القتالية التي كلفنا بها من الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، ونحن جنود المؤسسة العسكرية، المؤسسة الجيش الوطني الذي يقوده المشير عبد الرب منصور هادي. والحمد لله رب العالمين على هذا النصر الذي تحقق، وبعد انهاء مهمة شبوة تم الوصول إلى أبين. لن نقول حررناها، نقول رتب